كيفك؟ الله يسلمك. شو اخبارك يا امي؟ الحمد لله. شو لابسه ورايحه على الشغل؟ انه ايه، شو تعبان؟ تعبان شوي لانه الطريق كثير صعب. الحمد لله على السلامه يا فؤاد. الله يسلمك. الله يسلمك يا امان. وحشتني يا حبيبي. كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. الحمد لله. جعان بدك تاكل؟ ماما ولا يهمك، خلص روحي على الشغل، ما تاكلي. انا عن جد قاسي بس بحاول ما اطول. بسيط، فوت انت ارتاح وبكره بنقعد بنحكي كثير اشياء. ديري بالك على حالك، بتحبي وصلك؟ لا حبيبي، كريمة بتكون ناطرتني تحت مثل العادة. طيب يلا بون مية وليد. مع السلامة. مع السلامة. تعال تعال اقعد بحكي لي، يلا بحشتي قوي. على فكرة انت محلوة قوي 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 قوي. شوفي جبت لك ايه، شوفي. الشنطة. جبت لك حاجة حلوة تاكليها. بس حاسب تتخاني. وده بصات في 20 بنت قعدوا يعملوا قطبة قطبة، قعدوا شهرين. حلوة أوف، مرسي يا حاج. وده شال بعتهولك الأمير فهد الأطرش. ماما عندها زيه. بس مش زيه تماما، ده معمول خصوصي ليكي. معرفش يمكن يجي يوم وتلبسيها يا أمل.